بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة تهم مرضى السكر من النوع الأول. أنا اتكلمت في حلقتين قبل كده عن التقدم العلمي اللي بيحصل في علاج مرض السكر من النوع الأول، اللي هم المرضى اللي السكر بيجيلهم في سن الطفولة في سن صغير، وفيه الجهاز المناعي بيهاجم خلايا البنكرياس بيفهمها غلط ويبدأ يهاجم خلايا البنكرياس ويفقد الطفل القدرة على إنتاج الإنسولين، والطفل بيحتاج إن هو ياخد إنسولين مدى الحياة. عملت حلقتين عن إزاي الباحثين في أمريكا وفي أوروبا وفي كل دول العالم بيحاولوا يصلوا إلى عملية بنكرياس صناعي متكامل يشبه البنكرياس الطبيعي، وخلايا تشبه خلايا البنكرياس وتكون مشابهة لخلايا الجسم بحيث الجسم ما يهاجمهاش. فالحلقتين دول أرجوكم تشاهدوهم قبل حلقة النهاردة عشان نعرف إزاي هم بيوصلوا لبنكرياس صناعي يتزرع في جسم الطفل والطفل يبدأ يعيش طبيعي بدون مشاكل. في الحلقة الأولانية قلنا إزاي إن هم بيطوروا الخلايا الجذعية عشان تتحول لخلايا بنكرياس، فبياخدوا خلايا من الجلد بتاع الطفل او الانسان عموما اللي عنده سكر اول، ويحولوها من خلايا جلد بتاعت نفس الشخص الى خلايا بنكرياس. طب ليه ما بياخدوش خلايا بنكرياس؟ لان هما الشخص ده خلايا البنكرياس بتاعته اللي بتنتج الانسولين خلاص ما عادتش بتنتج انسولين، مفيش عندنا الخلايا اللي بتنتج انسولين. طب ليه ما بياخدوش خلايا من شخص اخر؟ لان خلايا من شخص اخر من بنكرياس شخص اخر هتكون غريبة عن الجسم وهيهاجمها الجسم ويقتلها في وقت قصير جدا ويضيع علينا كل المجهود اللي احنا عملناه، فلازم اخد منه هو خلايا. فقال لك ناخد من الجلد بتاعه لان ده أأمن مكان ممكن ناخد منه والجسم ما يتأثرش خالص. بياخدوا خلايا الجلد ويحولوها بطريقة علمية في معهد اسمه معهد سلك، ناس كبار جدا والحلقة دي ترجعوا لها، يحولوها لخلايا منتجة للإنسولين. بعد كده جوهم جربوا الموضوع ده بقى في حلقة تانية، اتكلمنا عن الأخ برايان شولتز اللي العالم كله احتفل بأن هو شفي من مرض السكر النوع الأول، راجل كبير في السن اتبرع أن هو اللي يتزرع في الخلايا المعدلة وراثيا بتاعة الجلد بتاعه اللي تنتج إنسولين دي، وشفي من السكر النوع الأول وبقى سعيد وفرحان جدا أن هو لأول مرة في حياته بعد ما وصل لسن 60 سنة أو أكتر من 60 سنة ما ياخدش حقن الإنسولين، وشفي ومشي معاه الموضوع ده. ولكن برضو للأسف خلايا الجهاز المناعي بعد فترة قدرت إنها تتعرف على خلايا الجديدة بتاعته بتاع البنكرياس بتاعته وبدأت تهاجمها وتقتلها وتفقده القدرة على إنتاج الإنسولين ورجع تاني ياخد إنسولين. الجديد بقى اللي تعلموه من بعد برايان شولتز دوت إن هم بدأوا إيه؟ بدأوا إن هم يحاولوا يخلوا خلايا اللي بتنتج انسولين دي، خلايا جذعيه اللي بتنتج انسولين دي، يخلوا الجهاز المناعي ما يكتشفهاش، ما يشوفهاش، تتحط جوه الجسم ولا يراها الجهاز المناعي. طب جابوا الفكره دي منين؟ هيعملوها ازاي؟ ازاي يحولوا الخلايا دي؟ جابوها من خلايا السرطان، خلايا الاورام الخبيثه. الاورام الخبيثه ليه سموها خبيثه؟ لان جهازك المناعي لا يستطيع ان يكتشفها او يحاربها، ويفضل السرطان ينمو ويكبر والجهاز المناعي قاعد بيتفرج عليه خالص، يعني ما يعملش له اي حاجة لغاية ما الورم يكبر قوي ويبدأ يكتشف ونديله كيماوي او عملية جراحية او كلام. فقالوا ان خلايا السرطان دي عندها جينات بتنتج مواد تصبت الجهاز المناعي وتخمده وتقول له ايه ده احنا اصدقاء، ده احنا يعني تبعك، احنا زينا زي اي خلايا طبيعية في الجسم. فاخدوا الجينات دي بعملية معقدة جدا بقوا يزرعوها جوه الخلايا الجديدة الجذعية بتاع البنكرياس بحيث انها تنتج نفس المواد اللي بتخفيها اللي بتلبسها طاقية لخفة كده بحيث الجهاز المناعي ما يكتشفهاش وبالتالي ما يحاربهاش وما يقومهاش وما يقتلهاش. فمش بس اكتفوا بكده، كمان عملوا بقى يحطوا الخلايا دي جوه كبسولات صغيرة ما تشوفهاش بعينيك، المجرد كبسولة تحوشها، كبسولة كده تقفل عليها وتحوش الجهاز المناعي من ان هو يهاجمها، بحيث انها لما تخش نزرعها تحت الجلد في جسم الانسان وكأنها بنكرياس الجهاز المناعي حتى لو اكتشفها او شافها ما يعرفش يوصل لها، يبقى في حاجز بينها وبين خلايا الجسم. وبدأوا يزرعوها جوه تحت الجلد وتنتج انسولين،
ولكن تبقى شيء اللي هو هنتكلم عنه النهاردة، وهو بحث منشور في مجلة علمية كبيرة جدا، ان هو كيف تخبر هذه الخلايا اللي اتزرعت تحت الجلد عشان تعمل كبنكرياس بمستوى السكر في الدم. ازاي اعرفها ان الطفل ده دلوقتي السكر اللي في دمه علي، وانتي يا خلايا يلي تحت الجلد طلع لنا انسولين بالمقدار الفلاني اللي ينزل السكر للمستوى الطبيعي ولا يقلله خالص ولا يتركه يعلو وكأنه لا يوجد انسولين. يعني باختصار عاوزين المفتاح، السويتش، وحتى هو الراجل مسميه في البحث ده مارتن فيسنجر، راجل عالم كبير واخد جوائز كبيرة جدا، مسميه المفتاح. المفتاح اللي يخبر الخلايا دي بمستوى السكر في الدم انه بدأ يعلى، والطفل كل نشويات وسكريات وسكر ويعلى، وعاوزين نطلع قد كده كمية من الانسولين. فالسويتش ده يعني شيء ما صعب، كان صعب الوصول له، لغاية ما الراجل ده عمل لنا البحث الرهيب الجميل ده. عمل ايه الراجل ده؟ الراجل اكتشف ان جوه خلايا جسمنا عموما، لو انت وصلت ابرة من الابر الصينية، ابرة معدنية جوه الخلايا، يعني انت زرعت الخلايا هو في الجلد، حط ازرع ابرة زي الابر الصينية. وانت عارف الابر الصينية الجماعة الصينيين بيحطوها في اماكن كتيرة في الجسم كده ويقعدوا بقى يسخنوها وكام. زرع ابرة جوه الخلايا الجديدة اللي احنا زرعينها جوه الجلد دي، والابرة دي وصلت بيها طيار من بطارية، بطارية صغيرة كده، كان حتى 3 بطاريات من بتوع انرجايزر، ووصلت بيها طيار من البطارية. التيار ده يبدأ جوه الخلايا يفرز مواد مؤكسدة بنسبة بسيطة تنشط الخلايا دي. تنشطها ازاي بقى عشان ما نخشش في التفاصيل؟ حط جينات معينة جوه الخلايا دي تستجيب للتيار ده وتطلع او تنبه انتاج الانسولين عن طريق وسيط كيميائي معين. فقدر يعمل لنا الوصلة بين التيار الكهربي والخلايا، القراية دي، الفهم ده، ان انت يا خلايا الانسولين تقدري لو وصلت لك تيار كهربي بنسبة معينة بوقت معين تتنشطي وتنتجي انسولين على قد النسبة اللي انا ايه مديها لك دي. فالخلايا اتعدلت وراثيا تاني، دخلت فيها جينات تانية تقرا التيار الكهربي. طيب انت التيار ده هتوصل لها الكمية ازاي؟ قال لك هيبقى عندنا مقياس يتعلق على الجسم يقيس نسبة السكر في الدم. نسبة السكر عاليه هيبدأ يقراها زي ما انت بتقرا الجهاز العادي، زي ما اي اب واي اسرة عندها طفل عنده سكر من النوع الاول بتقيس له السكر، او في جهاز بيقيس له السكر على طول، اجهزة بتقيس السكر في خلال 24 ساعة دي. الجهاز ده هيروح باعت اشارة ممكن لموبايل او لجهاز كمبيوتر، الجهاز الكمبيوتر هيروح باعت للبطاريات ان احنا محتاجين طيار بمقدار كذا، والطيار ده يروح داخل للخلايا ويروح مطلع المواد اللي بيطلعها، ده التيار المواد اللي بيطلعها، نشط الجينات تبدأ تنشط لنا انتاج الانسولين، وتبدأ الدورة دي شغالة ومستمرة وتقرأ الانسولين. يبقى عمل عندنا على موضوع التيار اللي بيقرأ ده حتة قراية مستوى السكر وحقن الانسولين او اعطاء الانسولين او تنشيط الخلايا لانتاج الانسولين، وكأنه بنكرياس صناعي. فطبعا الانجاز الكبير ده كان محتاج تجربة، فطبعا والجماعة والشركات والناس اللي هتنتج الاجهزة ديت ما تقدرش تاخد ده تعمله وتجربه على البني ادمين على طول. عشان يثبت كلامه ده جاب فيران تجارب مصابة بالسكر من النوع الاول، وحقن فيها الخلايا المعدلة وراثيا عشان تنتج انسولين دي، ومعدلة وراثيا كمان عشان تقرأ التيار الكهربي، وراح موصل لها برضو ابر صينية وتيار وبطارية والكلام ده، وبقى وجهاز يقرأ السكر في دم الفار، اول ما السكر يعلى يروح متصل بالموبايل، الموبايل يتصل بالبطارية تطلع التيار، يروح مطلع انسولين، والعملية فضلت ماشية. وفي خلال 5 اسابيع الفيران رجعت السكر التراكمي بتاعها زيه زي الطبيعي، زي الفيران الطبيعية خالص تماما، وما عندهاش اي مشكلة. الراجل مارتن فيسنجر ده بيقول ايه؟ بيقول ده اختراع يعني كمل لنا الحلقة بتاعة البنكرياس الصناعي، وان يعني احنا بقى محتاجين ان الشركات المنتجة لاجهزة الانسولين دي او الخلايا الجذعية دي انها تحطه مع
مع الخلايا، بحيث ايه الموضوع يكتمل تماما ويبقى علاج او البنكرياس الصناعي اللي بيزرع تحت الجلد ده جاهز للتعامل مع المرض. وطبعا الخطوة الجاية هيبقى برضو هيجيبوا ناس شبه براين شيلتس ده ويبدأوا يطبقوا عليهم البرنامج ده كله، ويأملوا ان هو الجهاز المناعي لا يكتشفه والسيستم كله يشتغل كويس ويبقى خلاص التجربة نجحت على البشر. ده الجديد النهاردة بالنسبة لعلاج السكر من النوع الأول ومحاولة البشر للتغلب على هذا المرض. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.